درس النهارده مهم قوي قوي. لو حالة لو انا فشلت في الباسورد الصحيح، يبعت لي رسالة صغيرة كده لذيذة يقول لك كلمة السر غير صحيحة. طيب عشان ننفذها ازاي؟ احنا هننفذها هنا في الخانة دي. احنا قلنا 700 هدخلك على طول الفورم 5. طب 50 مش هتدخلك. انا عايز بقى لمجرد ما يعني تكتب غلط، لا يبعت لي يمسح الكتابه زي ما عملناها قبل كده ويديني رساله صغيره كده اهو كلمه السر غير مطابق. يبقى عشان نعمل حاجه زي كده يبقى محتاجين بعد إلس نكتب اوبن فورم اللي هو الرساله الصغيره. الرساله الصغيره دي هنعملها برضك عن طريق الفورم، هنعملها صغيره صغيره كده اهو، ونعمل بوتوم قاعد المحاولة. وهنا كنترول سي كنترول في إغلاق. بعد كده اهو، بعد كده بنعمل الرسالة لونها بقى ايه، شوف لون الرسالة تكون موحدة، بلاش حمرا، دي احمر دي يعني ماشي، دي ان شاء الله هيكون موحدة موحدة تمام كده. مضمون الرسالة هتبقى كده اهو نفس الكلام كده اهو، يبقى كلمة السر غير مطابق. هنقف عليها، هنوسطن زي ما احنا اتعلمنا قبل كده من هنا، هندخنها وهنخليها اسود زي ما قلنا قبل كده، وهنكبرها وهنعمل كل حاجة بس انت تؤمر بس. بعد كده ايه، هنصغرها شوية ونزلها تحت شوية، دي اذواق بقى حضرتك بقى، انا شايف ده ذوقي يعني، ده ممكن انت تعمل حاجة تانية شكل تاني مختلف. ونكتب كده اهو في الحتة دي كده اهو، هنخليها اللون ده اي حاجة ولا تفرق. ونعمل يا سيدي زي ما احنا قلنا قبل كده يا جماعة، عايزين توصل الكلمة دي تبقى في النص، في النص يعني مش في النص لا، يعني ما بين الطول والعرض، هو كده مدية على الشمال شمال فوق شوية تمام كده. هنقف عليها ونخش على الديزاين، نخش على دي، نخش على دي، هننزل يعني حاجة اسمها توب مارجن، بدل ما تبقى صفر لا صفر وعلامة واحد اهي، نزل شوية تحت ولا لأ. بص بقى حضرتك بقى الحتة الجاية دي مهمة أوي أوي أوي، دي خلاص هتبقى اسمها فورم 7. بص الحتة دي ده ايه، احنا اتعلمنا المرة اللي فاتت قلنا ايه، قلنا كليك يمين عشان نشيل الحاجات دي، شيل دي ونشيل دي، يبقى كليك يمين اهي، هتخش على الصورة اللي نتك عليها، أول ما تجيلك الكلمة الرخمة دي خلي ده نو وخلي ده نو. بص بقى شالت أهي. طب أنت هل الرسالة تبقى بالحجم ده كله؟ لا طبعا، ده هيبقى راجل مجنون مؤاخذة يعني، لا أنا عايز حجم صغير. يبقى تعمل كليك لمين؟ ديزاين فيو، أنا عايز أيوه في الحجم ده، هندوس عليه دبل كليك في الحته دي وندخل عند كلمه اول المره دي. بص بقى تحت فين بقى، هنطلع هنخلي الكلمه دي يس، وهنخلي الكلمه دي برضك يس. وقفل يا عم، وقفل يا حاج، الله هي مالها ضربه ضربه شمال كده، لا احنا عايزين نخليها في النص، يبقى الكليك كلمين تاني، معلش اتعبوا معايا احفظه، ونضغط عليه نخليها بقى في النص بقى ازاي بقى، اهي اوتو سنتر، اوتو سنتر بتساوي يس yes. تمام كده، هو ده اللي احنا عايزينه يظهر تاني، هو ده اللي احنا عايزينه يظهر في حالة الكتابة الباسورد غلط. يبقى نقفل كده اهو ونقول
ده اسمه فورم 7. هنقول يا عم سهلة جدا جدا جدا، هنقف عند كلمة دخول ونخش كده اهو عند اوبن. احنا قلنا ايه في الالس؟ يعني لو كتابة غلط التكست فرغالي. واعمل لي دي كمان يا عم، اوبن، افتح لي بقى اوبن، بس بدل 5 دي تخليها 7 عشان دي بتاعت الرسالة، لكن دي بتاعت الحاجة بتاعت اللي احنا هنخش عليها لو الباسورد صحيح. تعالى يا سيدي، احنا قلنا لو عملنا 700 وطلعت صح هتخش فين؟ على النموذج المعتمد اللي المفروض صاحب البرنامج يخش عليه. طب لو هو الباسورد غلط 20 مثلا، اهو كلمة السر غير مطابق. المرة الجاية هنعمل قعد محاولة، هنفعلها وهنعمل فعل اغلاق.